المباريات دي لما كان موسيماني حتى بيتكلم في المؤتمر الصحفي اللي عقده، كان بيتكلم عن ان او قارن المباريات اللي بتحصل في دوري ابطال افريقيا بالمباريات اللي خاضها في كاس العالم للانديه. يمكن اكيد طبعا المباريات اللي خدناها في كاس العالم للانديه كانت اصعب، لكن هنا برضو بتكمن صعوبه في مباراه بكره على الاقل. احنا عندنا حد من يعني اكيد واحد من الفريقين بكره عايز يتصدر المجموعه، ودي مواجهه في قمه الصعوبه كابتن ماهر. بس انا فاهمه من كلام حضرتك انه سامبا التنزاني بيتسلح باسلحه اخرى غير غير اللعيبه، غير الخطه اللي بيعتمد عليها بكره بشكل كبير. فده يفرق معانا، يفرق مع النادي الاهلي، ممكن يعني يقلق. اكيد زي ما قلت لحضرتك في الاول انه عنده مدير فني، ومدير فني عنده خبرات بالكره الافريقيه وكورتنا في مصر. فاكيد لما بتبقى موجوده الخبرات في المدير الفني بيقدر يوصل للعيبه المعلومه، يعني بيقدر يساعده. هو 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 كمدير فني بره رقم 12، لاعب رقم 12، فبيبدا ينقل تعليماته من الاداره الفنيه للاعبين في حاله الدفاع، ازاي ينظمهم في حاله الدفاع، وفي نفس الوقت كمان هو عارف مفاتيح لعب النادي الاهلي في الثلث الاخير في الخطوره اللي موجوده عليها لعيبه النادي الاهلي. فبيضطر بقى ان هو يبدا ينظم خطوطه الثلاثه في نص ملعبه، ويبدا يراقب مهاجمي النادي الاهلي ان هو عنده مشكله كمان في خط ظهره. عنده قلبي الدفاع، واحد 34 سنه 34 سنه والثاني 28 سنه، وبعدين هم اجسامهم كبيره بيجيدوا العاب الهواء، لكن الحاجات اللي فيها على الارض الحاجات العرضيه عندهم مشكله حتى في الباكين، يعني هم مشكلتهم في الاربعه اللي ورا في الحاله الدفاعيه. واحنا طول عمرنا احنا عارفين، طول ما احنا عايشين في افريقيا طول عمرنا عارفين ان اضعف خط في افريقيا هو خط الظهر، مهما كانوا من مستوى ومهما كانوا من خبرات، لكن بالظبط لكن يعني التمركز بالنسبه لهم مشكله، بيسرحوا. الرقابه نفس الكلام، التغطيه والميلان ضعاف، ساعات بيسيبوا مساحات بينهم وبين بعض، بيقفوا على خط واحد، يعني اقل الخطوط في الفكر والتنفيذ خط ظهر سيمبا، لكن نص الملعب عنده لعيبه بتعرف تقطع، عنده لعيبه مهاريه بتقدر تبني هجمه، عندهم سرعات كمان قدام.